أني أمتلك جهاز لأول مرة يتم تصنيع زيه في فلسطين، هاي أولى خطوات لأني أسس في مشروع إن شاء الله. بلشت فكرة المشروع من إنه بدي أنتج منتجات غذائية مجففة بشكل محلي. بحثت في السوق وجدت إنه في عنا منتجات مستوردة بشكل كبير، وأيضاً الوسائل اللي بنستخدمها في تجفيف الأغذية في قطاع غزة وسائل تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. الجهاز بجفف الفواكه والخضروات والأعشاب، زي ما انتم شايفين هنا فرسمونة وتفاح وبرتقال، بضبط درجة الحرارة والرطوبة والوقت اللازم لتشغيل الجهاز، وبعد 16 ساعة 20 ساعة بتم تجفيفهم وبحصل عليهم وبغلفهم وببيعهم. الجهاز هذا صنعته بإمكانيات محلية جدا وبسعر ممتاز. بالنسبة للمستورد تكلفته بسيطة جدا، لأن المستورد ممكن يكلف 3 أضعافه لما يدخل قطاع غزة.